السلام عليكم. خلينا نقول أول انتدابات الترجي الرياضي التونسي، واللي بنسبة كبيرة الصفقة باش تتم لهنا. نحكيه على حمزة الخضراوي لاعب الملعب التونسي اللي بنسبة كبيرة باش ينتقل في الميركاتو الصيفي للترجي الرياضي التونسي. حمزة الخضراوي 25 سنة، يعني مانيش نحكيه على ملاعب عمره 18 ولا 19 سنة باش ينتدبوا الترجي الرياضي، ومعاها باش يزيد يتطور مستواه ويزيد يتحسن أكثر. نحكيه على لاعب عمره 25 سنة، يعني في أوج العطاء متاعه. ما نصوروش المستوى اللي قاعد يقدم فيه حاليا حمزة الخضراوي مع الملعب التونسي باش يزيد يقدم مخر منه مع الترجي الرياضي التونسي، وحتى لو قدم مخر منه مش بحاجة كبيرة. يندرى المستوى اللي قدمه الموسم الحالي حمزة الخضراوي مع الملعب التونسي يخوله باش يكون في التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي التونسي. بالطبيعة مانيش نحكيه على البطولة التونسية ولا على كأس تونس، بل نحكيه على رابطة الأبطال الإفريقية، ونحكيه على كأس العرب، ونحكيه على السوبر الإفريقي، ونحكيه على كأس العالم. هذا هو السؤال المطروح، وهذه الأسئلة اللي يتسألوها جماهير الترجي الرياضي التونسي. للوهلة الأولى تقول إنه الصفقة نجم تكون صفقة فاشلة، على خاطر جمهور الترجي الرياضي التونسي يقول لك حشتي باللاعب اللي يقدم لي الإضافة في البطولة التونسية، ما ثم حتى لاعب قادر يقدم لي إضافة باستثناء اللاعبين الأجانب. لذا جمهور الترجي الرياضي التونسي يقول لك المركز الجناح الأيسر حشتي بلاعب الأجنبي، ما حستيش بحمزة الخضراوي. من حق جمهور الترجي الرياضي التونسي باش يفكر بالطريقة هذه، لكن لو كانت جي تشوف أنت إدارة الترجي الرياضي التونسي كيفاش تفكر، تلقى انه التفكير نتاع اداره الترجي الرياضي التونسي صحيح وقت اللي باش يتعاقد مع حمزه الخضراوي. النقطه الاولى اللي تخلي اداره الترجي الرياضي تفكر في الخضراوي انه ملاعبيه الشيره اللي صار نتاع الترجي الرياضي، ولهنا نحكيه على اسامه بوغره ونحكيه على غشه الزوز، ما نشحوش غشه اجنبي واللي بنسبه كبيره باش يخرج من الترجي الرياضي التونسي، يقعد اسامه بوغر. اسامه بوغر ومعاه حمزه الخضراوي ما ينجموش هذوما وحدهم يملاو الفراغ اللي خلاه حمدو الهوني بعد انتقاله من الترجي الرياضي التونسي، بالرغم انه حمدو الهوني يا خو يعطي ثم اللي يقول لك نجح في مسيرته مع الترجي الرياضي، ثم اللي يقول لك ما نجحش. لكن لو باش نقارنوا حمدو الهوني مع غشه ومع اسامه بوقره، يهرب بهم هروب. لذا لهنا راهو الخضراوي وقت اللي باش يتعاقد مع الترجي الرياضي راهو كمالة. ما ننسيوش انه الترجي الرياضي التونسي خويا راهو الموسم المقبل باش يلعب لك البطولة التونسية. البطولة التونسية فيها 30 جولة، 30 مقابلة في البطولة التونسية. نقولوا احنا الترجي الرياضي التونسي يوصل مثلا، نحكي يوصل للنهائي كأس تونس من الدور 32 للنهائي، ثم 6 مقابلات مع 30 المقابلة بتاع البطولة التونسية، لهنا نحكيوا على 36 مقابلة. نحكيوا على الذهاب وإياب من زوز مقابلات بتاع الترجي الرياضي قبل ما يتأهل دوري مجموعات، زيدوا 6 مقابلات في دوري مجموعات مع زوز مقابلات تمهيدية، نحكيوا على 8 مقابلات، تزيدوا ذهاب وإياب ربع نهائي، تزيدوا الذهاب وإياب نصف نهائي، ونقولوا ذهاب وإياب نهائي، يعني 6 و8 مقابلات. لهنا نحكيوا على 14 مقابلة مع 36 مقابلة بين البطولة وبين الكاس، يعني نحكيوا على 50 مقابلة باش تزيدهم كاس العالم 3 مقابلات يا خويا، نقولوا تولي 53 مقابلة باش تزيدهم دوري العرب وباش تزيدهم الدوري الإفريقي، يعني أقل القليل الترجي الرياضي التونسي الموسم المقبل عنده 60 مقابلة. يعني الترجي الرياضي التونسي مجبر بعد الأداء اللي قدمه أسامة بوقرة وغشة اللي يلزمه يمشي على روحه أكيد باش يتعوض بلاعب ممكن حتى يكون ويلزم يكون أفضل من خضراوي وأفضل من بوقرة، لكن الترجي الرياضي مجبر باش يتعاقد مع الخضراوي لأنه المستوى متاعه الموسم الحالي أفضل من مستوى أسامة بوقرة. ما نعرفوش المستوى باش يقدمه الموسم المقبل مع الترجي الرياضي نفسه المستوى متاع أسامة بوقرة، لهنا تدخل في شخصية اللاعب على خاطر تحب ولا تكره. الملعب التونسي ثم ضغط مسلط عليه الموسم الحالي من قبل الجماهير متاعه، لكن ضغط إيجابي. ثم ضغط ما ثمش اصلا ضغط كان مسلط على اسامه بوقره في الاولمبي الباجي، لكن حتى الضغط اللي مسلط على الخضراوي في الملعب التونسي ضغط ايجابي، على خاطر فريق وقت اللي يكون مستواه نازل وفي موسم معين يقدم مستوى كبير ويلعب حتى على مسابقه افريقيه
ويلعب على المرتبة الثالثة في البطولة التونسية، الجماهير نتاعو ما تنجم كانت تكون تفرح. ولهنا بالطبيعة نحكي على جماهير الملعب التونسي، يعني حتى الضغط اللي مسلط على الخضراوي راهو ضغط إيجابي، يعني ما ثم حتى فارق بينه وبين أسامة بوقري اللي ما كانش مسلط عليه ضغط في الأولمبي البيجي. لكن ضغط الترجي الرياضي التونسي هو ضغط سلبي، ضغط الترجي الرياضي التونسي من قبل جماهيره هو الضغط نتاع ألقاب يلزمك، يلزم عكس يعطيك الصحة حتى كخسرت، وفرق بين ما يلزمكش تخسر ويلزمك تفوز بالألقاب. لهنا تدخل شخصية اللاعب، شخصية الخضراوي شخصيا نراها أفضل من أسامة بوقرة، لذا نتصوره ما نجمش يقول ينجح ولا ما ينجحش في الترجي، لكن شخصيا نراه باش يقدم مستوى أفضل من اللي يقدمه أسامة بوقرة الموسم الحالي اللي صراحة ما عندوش مكانة في الترجي الرياضي التونسي. ثم لقطة أخرى صراحة شخت عليها ضحك، وهو محمد علي بن حمودة في الانستغرام نتاعو مهبط تصويره وهو طالع زعما كيما الكونترول نتاع زيدان وعامل سيو يخدي في الجيش، انت رتبه في الجيش عامل لي سيوفه وعامل شعارات وسيوفه وفكارن يا معلم. راهو المهاجم انت طالع وفرحان بهذيك اش ماركيت، المهاجم راهو اللي يحط لك الكره في الشبكه. افهم انت المهاجمين الكبار ما عادش يركزوا على الاهداف نتاعهم ولا يركزوا شنو الفرص اللي قاعدين يضيعوا فيها. انت مثلا تجي تشوف ميسي، تشوف كريستيانو رونالدو، تجي تشوف رونالدو داليما، تجي تولي يلوجوا على دي سيكونس فيديو نتاع الفرص اللي يضيعوها نتاع كذا. انت ما عندكش فرص مضيعه، انت ما عندكش اهداف مسجله، انت ما عندكش ديزاسيست، لذا شنو قعد لك؟ قعد لك هك طلع لي وعمل لي كنترول تو ينفعك هك الكنترول المهبط التصوير نتاعو في الانستغرام. وقبل ما نختم ثم نقطة أخرى نسيت ما حكيتش عليها فيما يخص حمزة الخضراوي، هي اللاعبين الأجانب. راهو كي يخرج غشة يخرج غشة، ويجيبوا حتى في بلاصته ملاعب يطير تيران، يوسف البليلي ولا اليوم يوسف، يقولوا يوسف البليلي أكثر شيء من هك. ما تصورش ثم ملاعب باش يجي افضل من يوسف البليل. الجناح الايسر اللي باش ينتدبوا الترجي الرياضي الاجنبي معاه اسامه بوقره اللي شفنا المستوى نتاعو راهو ما يكفيش الشيره اللي صار نتاع الترجي الرياضي اللي قلنا باش يخوض اكثر من 60 مقابله، لذا راهو يلزموا لاعب اخر تونسي من البطوله التونسيه، يلزموا ملاعب من البطوله التونسيه مقارنه باللي خموا بها جماهير الترجي الرياضي نص الباس. نقولوا احنا نص الباس ما ثماش حاليا في البطوله التونسيه افضل من حمزه الخضراوي، اللي ذا نتصور اداره الترجي الرياضي التونسي نقطه ايجابيه وقت اللي تفكر في حمزه الخضراوي لاعب الترجي الرياضي التونسي اللي باش يلعب الموسم المقبل كما قلنا على سته وجهات. نحكيوا على البطوله التونسيه كاس تونس، نحكيوا على ربيع الأبطال، نحكيه على السوبر أو الدوري الإفريقي، ونحكيه على كأس العرب، ونحكيه على كأس العالم. يعني الرزنامة متاع الترجي الرياضي التونسي باش يكون مشارجي على الأخر، لذا أقل قليل في كل مركز يلزم يكون ثم ثلاثة ملعبية. حلقتنا اليوم وفيت في ختام الحلقة كالعادة البياري ما تبقى كمش يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق اللاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية وفي الدوري التونسي. تحية تونس، عيش تونس، كلنا تونس، والسلام.